ردي. الو عبد الرحمن فاق. انا مش هعرف اكلمك دلوقتي، هكلمك بعدين. بعدين ايه؟ الواد كويس؟ سماح افتح السبيكر سريع. عن مكانه فين؟ يلا. انت فين يا علي؟ مش مهم. الواد حصل له حاجه؟ حالته صعبه، دعيله. عارفه يا سماح، نفسي نتجمع كلنا في بيت واحد زي زمان ويطلع كل ده كابوس. ان شاء الله يا حبيبي ربنا يجمعنا قريب. اقفل انت بقى. فاكره بنت لما كنا بناخد عبده ومنال نوديهم المراجيح في العيد؟ مراجيح ايه يا علي؟ طب فاكره وانت راجع من المدرسه لما وقعتي في البلاعه؟ ده احنا قعدنا 3 ايام بنضحك. اقفل يا علي اقفل. لا اقفل ايه؟ انت فاكره ريحتك كانت عامله ازاي يومها؟ والنبي يا باشا ادي التليفون لاختي عشان تعالي اصرار. سام الواد في عماره من العماره قدام المستشفى، قفلنا المنطقه كلها. حالا. يلا. قلت لك ما تجيش يا علي، قلت لك ما تجيش. كان لازم اشوفه يوم. انا بريء، مصدقني ولا لا؟ صدقك صدقك يا رب، بجد يا رب يا رب ربنا يمسكوك لغايه ما تثبت براءتك يا رب يا رب. يلا يلا قبل ما حد يشوفك. لا انت ما شفتش ينفع نطلع من بعض. انت عامل ايه يا انا؟ مش بعمل حاجه يا دكتور. الحقنه دي فيها ايه؟ انت يا امن الحقونا، انا مش دكتور. مين اللي بعتك يا انا؟ الحقونا هاتين ده الامن بسرعه. كوبرا اثبت مكانك، اي حركه فرتك دماغك. الواد ده كان عايز يقتل اخويا يا باشا. ما حصلش يا فندم. اخرس يعني، ممكن اصفي حسابي معاه دلوقتي بطاله قبل ما تفكر تفرتك نافوخك. واخرتها ايه؟ كل اللي بتعمله انك بتزود سنين سجنك. وانا لما هبقى تحت ايديكم هيبقى في سنين من اصله. هو ده ميزانك يا كوبرا، وده اللي انت عملته. انا ما قتلتش حد. وجاي دلوقتي تقتل في حضور الداخليه؟ اهدى يا كوبرا، اهدى وارمي سلاحك كده وسيبه.